ربع كيلو من الجمبري الوسط او الصغير او الكبير زي ما اتفقنا بقى، اي حجم جمبري هنعمله حسب الرغبه. في جمبري تاني هاتوا 2 فص ثوم، وعندي علبه زبادي، وعندي معلقتين من الدقيق، وعندي كمان معلقه صلصه طماطم وثمره بصل صغيره، وعندي كمان 2 كوبايه لبن وكوبايه مرق جمبري. مرق الجمبري هقول لكم جايبينه منين، وملح وفلفل وعصير ليمون. هقول تاني المقدار، ربع كيلو جمبري وسط، وعندي كمان 2 فص ثوم وعلبه زبادي، وعندي 2 معلقه من الدقيق تمام، وعندي معلقه صغيره من الصلصه بتاعه الطماطم، وثمره بصل صغيره، وكوبايه لبن، وكوبايه مرقه جمبري، وملح وفلفل وعصير ليمون. تمام، تعالوا بقى نبدا اول حاجه كده هنشتغل فيها. عندي حله سخنه هسخنها على النار، وهحط فيها شويه زيت، وناخد جانا واحنا شغالين. احط فيها كده شويه زيت. ازيك يا جانا؟ الو، ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ وهحط شويه البصله. اتفضلي يا حبيبتي. لا معاكي يا جانا. الحمد لله كويس. عامله ايه؟ الحمد لله. كنت اتفضلي يا حبيبتي، انا معاكي. كنت عايزه اعرف طريقه المكرونه نجريسكو. حاضر، عينيا. ماشي يا جانا، هقولها لك يا حبيبتي. عايزه حاجه تاني؟ لا شكرا. ميرسي يا حبيبتي، شكرا. بصوا، حطيت شوية الزيت وحطيت بصلاية، عايزة اديها لون كأنها شوية زي بتاعت الكشري كده شوية. تمام، احطها كده وهتبقى عيني عليها وانا بعمل بقية الكشك. هجيب بولة كده. ماشي، نشتغل هنا مفيش مشكلة. وهحط الزبادي. جيب ويسك بس كده. على الثوم وانا شغاله اخد بالي عشان البصله عايزاها تاخد لون عشان ما تحرقش مني. بصوا هي ابتدت خلاص تاخد لون، شايفين؟ ممكن بقى ارفعها من على النار خلاص، وهي ايه هتكمل تحمير في الزيت السخن اللي موجوده اهي. حطيت زبادي، وحطيت معلقه من الثوم المهروس، وهحط معلقتين ثلاثه كده من الدقيق اهو. معلقه ثانيه اهو كده، واقلب كل الكلام ده كده مع بعض، واخففه بشويه لبن. احط كوبايه اللبن. تمام، واقوم فكه الزبادي اللي بالدقيق والثوم. يبقى انا حطيت علبه زبادي، حطيت معلقتين من الدقيق او ثلاثه كده حلوين تمام، وحطيت فص ثوم، وحطيت كوبايه اللبن بتاعتي. هفك كده كل الكلام ده كده مع بعض. في عصير ليمون هنا يهني بعد اذنك. نايس. هجيب القشر الجمبري اللي انا مقشراه وسلقاه بالراس بتاعته وكل حاجه، وهصفيه بالشكل ده تمام. وهستخدم الميه دي في الكشك، وممكن برضو اعمل بيها الرز، يعني نفس القصه خلاص. وهبدا احط الميه دي عليهم كده بس، وهسيبها بقى لو حبيت ازود بالتدريج او حاجه. تمام، تعالوا بقى ايه البصلايه اللي عندي بعد ما اتشوحت بالشكل ده. هحط عليها شويه الجمبري واشوحهم كده بالشكل ده، تشويحه برضو بسيطه كده مش كتير. وابدا احط بقى ايه الملح والفلفل بتوعي، شويه فلفل، شوية ملح اهو. ريحة السمك المشوي بجد فظيعة اهو.
تمام. وبعد ما شوحتها التشويحه دي انا زي ما قلت لكم بس يا دوب بشوح بشوح عشان ما يبقاش فيها ريحه الزفاره بتاعه السمك، بس مش اكتر من كده. وهجيب بقى الزبادي، علبه الزبادي اللي انا حطيت عليها معلقتين ثلاثه من الدقيق، وحطيت عليهم كمان الثوم، وحطيت عليهم كوبايه اللبن، ومرقه الجمبري اللي انا سالقه فيها القشر بالراس بكل الكلام ده كله. وهقوم حاطه عليهم الطماطم ومعلقتين الصلصه اهو بالشكل ده. بصوا على البارد كده مش مهم. وهقوم حاطه كل الخليط ده كده معايا بقى على الجمبري وافضل اقلب فيه اهو، شايفين؟ وعندي بقيه المرقه بتاعت الجمبري، لو حبيت اخفف بيها هخفف، هجيبها جنبي اهي اهو. هاني ممكن نشيل ده بعد اذنك؟ هقلب بقى ده لحد ما يتقل معايا، هيتقل طبعا من الدقيق اللي انا حطاه، هيربط كل الكلام ده معايا. وعندي المرقه اهي، لو حبيت اخففها هخففها شويه، لو لقيتها بعد ما ربطت تقيله قوي هخفف، عشان كده ما حطيتهاش كلها عشان ما تخفش مني وابقى محتاسه ان انا اتقلها ازاي. لكن بقيه المرقه اهي عندي، هبدا ازود فيها الكمله انا عايز. قشر الجمبري يا دوب بس سلقاه مش اكتر من كده عشان يديني الشوربه دي، استفاد من كل حاجه من الجمبري على قد ما اقدر اهو. بصوا بقلب بقى تقليب مستمر لحد ما الدقيق اللي عندي يربط. عايزه طبق للكشك اهي بعد اذنك اهو، تمام. افضل اقلب كده وانا بقلب ابص على السمك. بصوا لسه شويه هنا اهو، اقلبه كده على الناحيتين عشان اتاكد ان هو استوي معايا اهو كده، شايفين الحلاوه؟ بصوا اسلكه بس عشان القشر ايه ما يطلعش معايا، احاول اسلكه كده بالراحه. حاجه زينب معانا؟ السلام عليكم يا اجمل واشيك تومه في الدنيا. حبيبتي يا حاجه زينب، عامله ايه يا حبيبتي؟ ايه اخبارك؟ انت احسن من امبارح واول امبارح. الحمد لله الحمد لله يا حبيبتي. سلامة وقلبي. الله يخليكي الله يخليكي بدعواتك والله. مدام ايه حسني والله بعتها لها على الواتساب. بعت لها الرقم على الواتساب، هتكلمك ان شاء الله. هي بتسلم عليكي كتير وهتكلمك ان شاء الله. ان شاء الله تسلم من كل. ماشي يا حبيبتي. محمد عامل ايه ولا كله زي الفل؟ كلهم زي الفل ويسا. كلهم زي الفل يا حبيبتي. نور عينك شكرا يا شيخه وصحتك وعافيتك. الله يخليك يا حاجه زينب، ميرسي ليكي يا حبيبتي، ميرسي ليكي، شكرا يا حبيبتي. بصوا كده قلبت، بصوا شايفين ابتدى يربط الدقيق، يربط معايا بالشكل ده اهو. ممكن في المرحلة دي كمان تدوقوا، لو عايزين ملح لو عايزين أي حاجة ممكن تبدأوا تزودوا في المرحلة دي قبل ما يجمد خالص أهو. بصوا حط شوية ملح بساط جدا أهو. في المرحلة اللي قبل ما يتقل خالص ده أشوف محتاجة إيه وأحطه أهو كده. مش شايفين بيربط اهو خالص سنه كمان، وهو كمان كل ما هيبرد كل ما هيجمد اكتر. صباح الفل يا اميره. ازيك يا اسماء؟ عامله ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ تمام الحمد لله. انت اخبارك؟ الحمد لله يا حبيبتي كله زي الفل يا رب. اتفضلي. كنت عايزه اسالك يا شيف بعد اذنك، السمك اللي حضرتك عاملاه ينفع في السمك الماكريلو يبقى مفتوح ولا لازم يبقى مقفول؟ بصي لو مشوي، لو هتعمليه في الفرن ينفع تفتحيه، لكن لو مشوي على الطاسه او على جريل هيتبهدل منك لو مفتوح. لكن ممكن تعمليه بس تحطيه في الفرن، يعني تعمليه في الفرن. ممكن بقى تعمليه بزيت وليمون، مش شرط كمان رده، تعمليه زي السنجاري كده، تفتحيه وتحشي نفس الحشو ده وتقومي حاطاه في الفرن وحط عليه شويه زيت وليمون من فوق الوش زي السنجاري كده. تمام ماشي يا حبيبتي، ميرسي لتليفونك. خلاص كده تمام جدا، القوام كده معايا حلو قوي. هبدا بقى ايه ان انا احطه في طبق التقديم بتاعي اهو.
بالشكل ده كده. ممكن اخد كل البهاريز دي بتاعت الجمبري برضو ما سيبهاش اهو، وهو لسه خلي بالكو هيتقل شوية كمان، فانا كمان لما اجي اقدمه لازم اقدمه يعني بعد على طول ما اشيله من على النار، عشان شوية هلاقيه مش هعرف ان انا هيبقى مهلبية قوي فهيتبهدل مني، فلازم وانا بقدمه اقوم مقدماه وهو بعد ما اخلصه من على النار. اوكي تمام. هجيب بقى شوية بصل كده، وعندي ممكن شوية البصل دول نحط كده شوية كده شوية كده هنا شوية كده. كشك بقلب الجمبري ده بجد فظيع، مش عايز أصلا أكل جنبه، يعني هو لو عيش بلدي كده سخن هيبقى يعني الموضوع تحفة بجد. ممكن نقدمه بالشكل ده اهو تمام كده. ده كده الكشك اللي بالجمبري اسكندراني، طريقته حلوة جدا ولطيفة قوي.